يقول السائل: كيف إخراج قيمة عروض التجارة؟ هل هي بسعر الشراء المعروف لدى التاجر أم بسعر البيع الذي يكون مجهولا؟ عروض التجارة من أجل الزكاة تثمن على رأس السنة إذا تم الحول على قيمتها، إذا تم الحول على رأس المال، فإن السلع تثمن بما تساوي في وقت تمام الحول، ويخرج الزكاة على القيمة المقدرة بما تساوي في هذا الوقت، لا ينظر إلى ما اشتراها به، بل يقدرها في الوقت الحاضر بما تساوي في الأسواق، سواء كان هذا التقدير أكثر من قيمتها التي اشتراها به أو مساويا أو أقل، يزكيها بحسب قيمتها.